ينضم إلينا من الرياض الأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا إيمان. أهلا بحضرتك. إذا يعني قمة إسلامية، يعني إذا تحدثنا عن على مستوى الثلاث قمم، قمم شاملة وتحدثت بشكل كبير عن الخطر الإيراني في المنطقة، وأيضا خطر تدعيم إيران لجماعات معينة في دول عربية عدة. أهم ما جاء في القمة الإسلامية في رأي حضرتك يا أستاذ منيف؟ طبعا أعتقد أنه الأول القضية الفلسطينية، وهذا مهم جدا وركز عليها، لأنه منظمة التعاون الإسلامي أنشئت بسبب القضية الفلسطينية بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969، ومهما تكون الأخطار المحتقة بالمنطقة تبقى القضية الفلسطينية دائما هي القضية الأولى والمركزية، وهذا ما أكد عليها قادم الحرمين الشريفين في كلمته في القمة الإسلامية. الأمر الثاني، هناك إدانات لما تعرضت له السفن الأربعة في المياه الإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومضخات النفط من المملكة العربية السعودية. بلا شك أن رسالة واضحة من القمة الإسلامية من الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، رسالة تجاه إيران، يعني وكما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل جبير، إيران عزلت، ورسالة واضحة وصلت لها من القمة الخليجية ومن القمة العربية ومن القمة الإسلامية، ولم تصل الأمور لهذه المرحلة إلا بعد ممارسات طهران في المنطقة من محاولة إسقاط الدولة الوطنية في العالم العربي، وبالتالي كان بحاجة إلى تصدي. وقالها خادم الحرمين الشريفين أنه عدم الرد والحزم مع نظام طهران جعلها تتوسع في المنطقة وتمارس نفوذها. طيب، من خلال قمم ومن خلال متابعة حضرتك للقمم، هل لاحظت توحد في الرؤية تجاه إيران وتجاه الخطر الإيراني؟ هل حضرتك لاحظت أنه من الممكن الوصول إلى استراتيجية من جانب كل هذه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حتى تقف أمام ممارسات إيران في المنطقة؟ إذا أخذنا بالاعتبار الثلاث قمم، طهران تعرف إيمان من دعوة خادم الحرمين الشريفين للقمتين الطاريتين الخليجية والعربية، هناك كان تحرك من الجانب الإيراني، محمد جواد ظريف ذهب إلى موسكو وطوكيو ثم إلى العراق وتركيا وباكستان، وعباس عرقجي أيضا تحرك باتجاه الدوحة والكويت ومسقط. كانت التحركات الإيرانية تراهن على وجود تباين سواء خليجيا أو عربيا أو إسلاميا. بلا شك رد طهران على القمم الثلاث يوضح حجم الرسالة القوية، لم يكن هناك تباين، حتى إذا في دولة تحفظت على البيان فهي تحفظت مع تأكيدها أن الأمن القومي الخليجي هو جزء من أمنها الوطني، وبالتالي طهران لم تتوقع هذا التوحد وتوحد الرؤى والإدراك الحقيقي لخطورة مشروع طهران في التغلغل في المنطقة، وبالتالي لم تتوقع طهران، ولكن الذي يعرف السياسة السعودية ويعرف أنه عندما تضع أهداف تتحرك مع الدول الفاعلة ثم تصل إلى النتيجة المبتغاة. السعودية لا تدافع عن أمنها الوطني، هي قادرة على الدفاع عن أمنها الوطني، لكن إيمان الخطر الإيراني تجاوز منطقة الخليج والعالم العربي، مشروع النووي، هذا الهوس النووي الكبير الذي تسعى له طهران، خاصة أنه في تقرير من الاستخبارات الألمانية من ثلاثة أيام بوث من بلومبيرغ والسينين تحدث عن تسارع خطى إيران في امتلاك السلاح النووي والبيولوجي والكيميائي، فالخطر ليس خطر على المنطقة، هو خطر على العالم. الأمر الثاني، هذه الأعمال التخريبية سواء للسفن الأربعة أو مضخات النفط في المملكة العربية السعودية، هو يهدد أول شيء الملاحة الدولية، يهدد التجارة الدولية، يهدد إمدادات الطاقة، تعرف النفط هو شريان اقتصاد العالم، فبالتالي الخطر الإيراني أصبح خطر واضح، وحتى الدول اللي كانت تقف على الحياد أنا أعتقد بعد هذه الثلاث قمم أصبح موقفها واضح تجاه طهران، لأنه ممارسة طهران قد تصل
الى اي مكان، مثل ما قال وزير الخارجيه السعودي ابراهيم العساف انه اعتداءات طهران واعمال الارهابيه تجاوزت المنطقه حتى وصلت الى امريكا الجنوبيه. نعم. طيب في اعتقاد حضرتك، بما انه حضرتك بتتحدث عن الخطر الايراني بشكل عام وليس فقط على المنطقه العربيه او منطقه الخليج العربي، هناك مناوشات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، والحقيقة أن الولايات المتحدة يعني تحاول بكل الأشكال أنها تسيطر على باقي الدول الأوروبية حتى في مسألة دعم إيران والاستمرار في اتفاقات مع إيران، وحتى يعني إدراك بعض الجماعات التي يعني تساعدها أو تدعمها إيران مثل حزب الله أيضا أو تحضرها. يعني تعقيب حضرتك على كل هذه المناوشات، هل كافية لردع إيران عن ممارستها؟ خلينا نذكر أنه ترامب من دخول المكتب البيضاوي في 20 يناير 2017، لو تلاحظي إيمان، الملف الوحيد الخارجي الذي لم تتغير موقف إدارة ترامب تجاهه هو تجاه طهران. يعني أعطي للأوروبيين 120 يوم لتعديل الاتفاق النووي ولم يعدلوه فانسحب، ثم أعلن بومبيو عن الاستراتيجية الأمريكية من 12 شرط، ثم عين براين هوك كمسؤول عن ملف طهران في الإدارة الأمريكية، ثم الحزمة الأولى في أغسطس 2018 والحزبة الثانية في 4 نوفمبر 2018، ثم إيقاف الإعفاءات للثمان دول في 4 مايو 2019. بلا شك أنه ترامب صرح أنه النظام نظام طهران، نظام ولاية الفقيه أصبح ضعيفا، ولكن أيضا ترامب صرح في طوكيو مع شوزو آبي إذا احتجنا فسنصعد، رغم أنه هذه العقوبات التي تعرض لها طهران هي الأشد من 40 عام وهي عقوبات تاريخية. بلا شك أنه الآن طهران تحاول بكل ما تستطيع إلى الوصول إلى مرحلة التفاوض، ولكن أيضا نعرف أنه من تاريخ طهران هي تناور، هي تحاول أن تشري شراء الوقت، بحيث أنه الانتخابات في 6 نوفمبر 2020 في الولايات المتحدة يعتقدون أنه قد يأتي شخص آخر غير ترامب. لكن بولتون صرح بتصريح مهم من 3 أيام عندما قال تخريب السفن الأربعة حدث من قبل ميليشيات تابعة لطهران، وسنقدم هذه الأدلة إلى مجلس الأمن. بلا شك أنه أنا أرى أنه قد تصل الولايات المتحدة إلى ضربات نوعية ومفصلية، خاصة أنه إيمان تعرف أن أرسلت إبراهام لينكولن والبي 52 للمنطقة، هذه ليس فقط لمجرد استعراض القوة، أنا أعتقد أنه قد تكون هناك ضربات نوعية، ومن ثم نظام ولاية الفقيه يذهب إلى التفاوض كما حدث مع الخميني في 88 بعد 3 ضربات للقوات البحرية الإيرانية. فبالتالي أعتقد أنه قد تكون هناك حرب ضربات نوعية، لكن أنا أستبعد الحرب المفتوحة والحرب المباشرة، من الصعب أن تحدث. لكن صحيح. أيضا علينا أن نؤكد أن الحرس الثوري صنف من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وهذا فصيل أساسي في نظام بالتأكيد. طيب أستاذ منيف، إذا ما ذهبوا، يعني الجميع يستبعد مسألة يعني الحرب المباشرة، ومعظم المحللين السياسيين والخبراء الذين نتحدث معهم يذكرون لنا بأنه كل طرف يريد فقط يعني إحداث ثقل في العملية التفاوضية لنفسه. يعني إذا ما جلسوا للتفاوض وللحوار، هل هذا ربما من الطرف الذي سيكون يعني لديه أفضلية على الآخر في رأي حضرتك؟ وهل ستتأثر إيران أو سيتأثر دعم إيران للجماعات الموجودة والميليشيات الموجودة سواء في سوريا أو في اليمن أو في حتى لبنان والتي تدعمها إيران؟ ذكاء الإدارة الأمريكية في وضع الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران من 12 شرط. هنا 12 شرط إذا قبل فيها إذا قبلت فيها طهران هي معناتها تبدل جذري في النظام، من ضمنها وقف دعمها لحزب الله، لميليشيا الحوثي، للميليشيات
الشيعية في العراق، أيضا توقيع فتح الملفات والسجلات على المشروع النووي، أيضا إيقاف برنامج الصواريخ البالستية. فبالتالي الشروط الاثنى عشر صعب على طهران أن تقبل بها، وبالتالي إذا ذهبت للتفاوض فهي بالتأكيد هي الطرف الأضعف. حتى ترامب قال أنه طهران الآن في لحظة ضعف، خاصة إيمان إذا عرفنا أنه في ديسمبر 2017 كانت انتصارات المدن الإيرانية من 77 مدينة، من ضمنها قم المدينة الدينية. أيضا هناك تراجع في الاقتصاد، هناك 80 مليون 40 مليون تحت خط الفقر، ارتفاع التضخم إلى 52%، صادراتها من النفط كانت تصدر 2.5 مليون برميل، الآن لا تستطيع أن تصدر أكثر من 400 ألف برميل وقد تصل إلى الصفر. بالتأكيد هي الطرف الأضعف، ولكن من تجربة المملكة العربية السعودية مع طهران هي حاولت بكل الطرق خلال 40 عام أن تقيم علاقة جيدة مع طهران وحسن الجوار، إلى أنه مشكلة نظام طهران هو في حالة الضعف، يحاول أن يهاجم، يحاول أن يقدم تنازلات، ثم إذا خفت هذه العقوبات يعود إلى سابق عهده من التمدد والنفوذ. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ منيف عماش الحربي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من الرياض.